ماشي قضيه انا ماشي مهم انا يجي ديريجون ما يجيش، مش هذا المشكل بالنسبه لي. المشكل هو حل المشاكل تاع الفريق، هذا هو الشيء اللي تاسف له. سي فري انا اللي جيت كنت مع بابا، تصورت مع بابا وتكلمنا ومن بعد عاود راح. يعني وضعيه ماهيش واضحه بالنسبه لي انا، ماهيش واضحه باسكو الظروف اللي نشتغل فيها صعبه بصراحه. يعني كل مقابله تطلع التريبيون ما جاياش، حتى الاسم تاعي انا ماشي مقبول. يعني نحترم خدمتي ونحترم الناس، ما نقولش انا ما نتكلمش على الزملاء اللي كانوا في الفريق، هذا مشكل اداري. وبالنسبه والاداريين اللي يجي يقول لك تفاهم مع فلان، ما تفهمش معايا تفاهم مع فلان، يعني هذا الشيء اللي ماشي مقبول. جو بونس كو اش من موعود درك انا جي سي دو فير مون ترافاي، الى ما حلوش المشكل ندي كابتي يروح للدار، هذا ما كان.